تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضوي وزميلي المصور علي عميس من الجنوب اللبناني في متابعة دائمة لآخر التطورات عند هذه الجبهة التي تشهد الآن التوتر العنيف وأيضا تشهد القصف المدفعي العنيف من شرق الجنوب اللبناني إلى غربه، حيث طاول هذا القصف أطراف بلدات كفر شوبة وأيضا أطراف بلدات الناقورة اللبوني. نتكلم عن كفر شوبة في القاطع الغربي، أما اللبوني الناقورة في القاطع الشرقي، أما في اللبوني والناقورة القاطع الغربي لجنوب لبنان. هذا يشي إلى أن هذه الجبهة اشتعلت بالفعل من شرقها إلى غربها. حزب الله أصدر اليوم عدة بيانات أعلن فيها أنه استهدف مواقع إسرائيلية وأيضا استهدف تجمعات لجنود الاحتلال وثكنات عسكرية إسرائيلية. قبل أن أتحدث عن هذه الاستهدافات لحزب الله، تجدر الإشارة إلى أن الليل كان هادئا، كانت ساعات الليل تحمل الهدوء وأجواء من الحذر باستثناء التحليق المكثف للطيران الاستطلاعي والطيران الحربي، التي أساسا هذه الطائرات لم تفارق الأجواء حتى في فترة الهدنة. فما بالكم مشاهدينا في هذه الفترات، فترات التوتر، كيف أن هذه الطائرات، طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية التي خرقت ليلا جدار الصوت في المناطق الجنوبية، هذه الطائرات لم تفارق الأجواء وتحلق على علو منخفض وعلى علو متوسط بعض الأحيان في الجنوب اللبناني. القصف المدفعي مستمر حتى هذه اللحظة، ونحن نسمع هذه الأصوات في القطاع الشرقي هي في العمق. هذا يشير إلى أن هذه الأصوات التي نستطيع سماعها الآن هي في أطراف بلدة كفر شوبة، هذا القصف المدفعي. حتى أن اليوم العدو الإسرائيلي ألقى القنابل الفوسفورية في هذه الجولة، وأيضا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية الغارات على مختلف المناطق الحدودية الجنوبية، سيما في أطراف اللبوني الناقورة في القاطع الغربي لجنوب لبنان. الآن آخر هذه التطورات هو ما أعلنه حزب الله أنه استهدف موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وسبق هذا البيان إعلان الحزب أنه استهدف تجمعا أو قوة عسكرية إسرائيلية ثانية أثناء تواجدها داخل منزل في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وأوقع فيها إصابات مؤكدة. الغارات الإسرائيلية أيضا استهدفت بلدة بيت ليف، وكانت الأنباء تشير والمعلومات الأولية عن أن هناك إصابات نتيجة هذه الغارة في بيت ليف. القصف المدفعي أيضا طاول العديسي وكفر شوبة، العديسي هي المنطقة الواقعة خلفي مباشرة في العدسة. أيضا القنابل الفوسفورية سقطت على أطراف منطقة اللبوني وبالقرب من موقع جل العلام الإسرائيلي في القطاع الغربي، هذا بالإضافة إلى أيضا بلدات كفركيلا وأيضا بلدات المطلي أو موقع المطلي، حيث أيضا كان القصف المدفعي يطال هذه الأطراف، أطراف هذه البلدات. حزب الله أيضا أصدر اليوم بيان أعلن أنه استهدف قوة عسكرية إسرائيلية بمحيط دوفيف. هذه الثكنة اليوم استهدفها حزب الله مرتين، أي استهدف مرتين القوات العسكرية الموجودة داخل منزل في هذه المستوطنة، مستوطنة دوفيف، بالأسلحة المناسبة. وأكدت بيانات الحزب اليوم عن أنها أصابت يعني أو حققت إصابات مباشرة في هذه الاستهدافات. أيضا تم استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة تريشة بالأسلحة المناسبة، وبعد هذا الاستهداف بدأ العدو بإلقاء القنابل الفوسفورية فوق سهل مرجعيون وأيضا على أطراف بلدات عيتا الشعب. أيضا كان في هذه الجولة وأيضا على أطراف الخيام كان استخدام القنابل الفوسفورية، وفي محيط تلة الحمامس حيث كان يقف الصحفيون في وقت سابق هناك، لكن العدو استهدف هذه التلة في القطاع الشرقي لجنوب لبنان وهي التلة المقابلة لمستوطنة المطلي. تم استهداف عدة مرات من قبل الجانب الإسرائيلي، ما أدى بالصحفيين إلى الابتعاد حتما عن هذه النقطة واتخاذ أماكن أكثر أو نقاط أكثر أمنا. اليوم أو في هذه الأثناء أيضا حزب الله أصدر
بيان يعلن فيه أنه دعم لشعبنا الفلسطيني الصامت في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 4:30 من عصر اليوم، يعني نتكلم منذ نصف ساعة فقط، تم استهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة. فقط للحديث جغرافيا، موقع المطلة هو الموقع الذي يعني على يمين مباشرة بلدات القاطع الغربي كفركلة، وأيضا موقع المطلة حيث كان استهداف منذ نصف ساعة من قبل حزب الله. بعد أن استهدف حزب الله موقع المطلي وحقق إصابات بحسب هذا البيان الصادر عن حزب الله، كان القصف المدفعي تلا هذا الاستهداف بشكل عنيف جدا. سمعت أصوات هذه القذائف المدفعية حتى في مدينة النبطية، ورجت بيوت أو منازل أهالي النبطية نتيجة قوة هذه القنابل وأيضا قوة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية في هذه المنطقة. حتى أننا في هذه اللحظات لا يزال القصف مدفعي بعد استهداف مستعمرة المطلة أو موقع المطلة الإسرائيلي، لا يزال القصف المدفعي، حيث نستطيع سماع الأصوات وإن كانت نوعا ما في العمق في القاطع الشرقي. الطائرات الاستطلاعية أيضا تحلق فوق أجواء الجنوب اللبناني، وأيضا الطائرات الحربية حلقت ظهر هذا اليوم وعصر هذا اليوم فوق أجواء الجنوب اللبناني. إذن يتواصل القصف المدفعي بعد استهداف حزب الله عدة مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان، يتواصل القصف المدفعي العنيف على الجنوب اللبناني. وأيضا كان حزب الله أصدر عدة بيانات في ساعات الصباح، أعلن أنه استهدف موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وأيضا أو استهداف مرابط المدفعية في موقع خربة ماعر، أيضا استهدف موقع الراه بالأسلحة المناسبة. ونعى اليوم حزب الله شهيدا وهو خضر سليم عبود من دير عامس في الجنوب اللبناني. أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن هذه النيران نيران المقاومة، نيران حزب الله، أصابت مركزا للجيش الإسرائيلي بقصف بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. أيضا ردا على ذلك، كانت مدفعية العدو قصفت أطراف مارون الراس ويارون، هذا بالإضافة إلى الناقورة تر حرفة حمول وعلم الشعب في القاطع الغربي. وصافرات الإنذار بالطبع سمعت في عدة مستوطنات في الشمال، أي في الجليل الغربي وأيضا في الجليل الأعلى، وأيضا في أصبع الجليل كانت صافرات النظار دوت في مستوطنات إسرائيلية. من الجانب اللبناني، أي في مقر عام قيادة اليونفيل في منطقة الناقورة، أيضا دوت صافرات النظار، وطلب من العاملين في هذا المركز من النزول على الفور إلى الملاجئ عبر مكبرات الصوت. وبالفعل بعد دخول العاملين إلى الملاجئ في مركز اليونفيل، كانت غارتين من الأعنف منذ بدء هذه الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان على أطراف اللبوني الناقورة، وشهدنا سحب الدخان الأسود كيف تصاعد من أطراف هذه المناطق بعد هذه الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. الآن يمكن الحديث عن عودة تدريجية للهدوء، لكن هناك بالطبع حال من الترقب لتقدم ساعات النهار، سيما أن بيانات حزب الله تتوالى، وفي كل بيان يؤكد الحزب أنه استهدف إما تجمعات لجنود الاحتلال، إما ثكنات عسكرية إسرائيلية، إما أيضا مستوطنات إسرائيلية. هذا يشي إلى أن هناك بالفعل إصابات يحققها حزب الله في هذه الاستهدافات، وهذا ما يعني أن الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال سيرد على هذه الاستهدافات. وهذا ما نلحظه عندما استهدف حزب الله منذ قرابة النصف ساعة موقع المطلة الإسرائيلي في القاطع الشرقي لجنوب لبنان، سرعان ما بدأت مدفعية العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي. يعني كنت أقول هدوء حذر، لكن الآن نسمع أصوات القصف المدفعي في الجنوب اللبناني، أيضا الغارات اليوم، يعني أكثر من 5 غارات حتى هذه الساعة على أطراف بلدات القاطع الشرقي، نتكلم عن كفر شوبة وعن العديسة وأيضا في بيت ليف وأيضا في القاطع الغربي اللبوني وأيضا الناقورة. إذن مشاهدينا، هذه آخر التطورات، جولة لآخر التطورات من الجنوب اللبناني. بالفعل يمكن الحديث عن توتر في هذه الجبهة بعدما اشتعلت في كل القطاعات، القطاع الشرقي والقطاع الأوسط في حياة الشعب وأيضا القطاع الغربي، نتكلم عن اللبوني، الناقورة، تر حرفة، حامول وأيضا بلدة علمة الشعب التي طولها القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم.
اليوم. إذا مشاهدينا هذه آخر التطورات من الجنوب اللبناني، وبالطبع سنبقى معكم هنا في متابعة دائمة في حال حصول أي جديد. دمتم سالمين، إلى اللقاء. تحياتي، أنا إبراهيم ضاوي وزميلي على عميس صوت بيروت انترناشونال.